السلام عليكم، حياكم الله متابعينا الكرام. إليكم أسعار مواد البناء في العراق. هذه الأسعار منقولة للفائدة فقط. أهلا وسهلا بكم. أسعار الطابوق الجمهوري أو الطابوق الأصفر أو الطابوق النهروان حسب المعمل للـ4000 طابوق، الأسعار واضحة أمامكم. أما أسعار الطابوق الأحمر، هذا واصل بغداد طبعا، للـ4000 طابوق أيضا، الأس والهلال وآشور والخول، للـ4000 طابوق والأسعار واضحة أمامكم. البلوك الأحمر أيضا أسعاره واصل بغداد للألف، هذا على عدد الألف أيضا أسعاره واضحة، الأس والخول والقياس أيضا. أسعار الحصو أيضا نقدر نحصلها مثل ما واضح أمامكم، يعني نوع الحصو وسعره أيضا، والسبويس والجلمود كذلك أيضا أسعاره موضحة. أما أسعار الإسمنت للطن الواحد أيضا المقاوم والعادي وحسب المعمل، معمل الإسمنت الخاص بالمقاوم أو العادي، والأسعار واضحة. ملاحظة مهمة أخوان، هنا التجهيز يكون جملة، طبعا هاي الأسعار جملة من 35 إلى 40 طن، هاي الأسعار الموضحة أمامكم. ايضا اسعار الرمل حسب النوع للدبل، واسعار الرمل الاسود ايضا، والتراب الناعم او الزميج، واسعاره امام كل نوع. اسعار الكاش اخوان، هاي الكاش العراقي، هذا واصل بغداد، هاي الاسعار واصل بغداد، والسعر للمتر الواحد ايضا حسب انواعه مثل ما واضح، ان شاء الله واضحة الاسعار امامكم. هاي للمتر الواحد الكاشي العراقي واصل، هذا واصل بغداد. اما اسعار الجص والبورق ايضا للتك، الجص بالنسبة لنجف وسامرة والفلوجة ايضا، البورق التركي والبورق الايراني والبورق العراقي للطن الواحد، واسعاره ايضا موضحة. أسعار السيراميك الجداري حسب القياس والسعر بالدولار حسب المصنع أو الدولة الموردة للعراق، والقياسات واضحة 60 × 30، والسعر بالدولار. السعر بالدولار أخوان لأنه مستورد، لأنه سيراميك مستورد. أما أسعار الأرضيات بأنواعها، كل الأرضيات المرمر وكذلك طبعا حسب القياس والسمك، وأيضا بالدولار لأنه قلنا مستورد، والجرانيت أيضا أسعاره، وكذلك البورسلين بأنواعه وأسعاره مثل ما موضح أمامكم حسب القياس، وكذلك السعر بالدولار.
كثير من الأخوة يسألون على البي آر سي أو قطع البي آر سي أو شبكة البي آر سي الخاصة بصب الأرضيات حسب الحجم أحجام يعني بالمليم قطر الشيش الخاص بالبي آر سي وكذلك الفتحة المربعة للبي آر سي والسعر أيضا حسب القطع مثل ما واضح أمامكم إن شاء الله. اخوتي الكرام اما اسعار الفريمات الحديد او الاطارات اللي يصير داخلها بي في سي ايضا اسعاره واضح الابعاد مالته والسعر قدرنا نحصلها وما نقول الفائده ايضا الالمنيوم اسعاره والبي في سي للمتر الواحد مثل ما واضح ان شاء الله واضح الاسعار امامكم. اما اسعار الشيش لبعض الانواع الاف اف والتركي والاوكراني والفا سليمانيه ابو النص وبقيه القياسات اخوتي الكرام لا تنسون الاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس والاشتراك بالقناه للحصول على تحديثات ولاي شخص عنده استشاره بخدمتكم ان شاء الله وسؤال او مشكله بالبناء انا بخدمتكم يخلي يكتب لي بتعليق. كل الحب والاحترام لكم خادمكم وأخوكم عماد رحيم العبادي حياكم الله.